تعالوا بقى نروح لفقرة الصحافة لنطالع سويا على أهم الأخبار المحلية والعربية وأيضا الأوروبية مع مراسلتنا مريم سميح من مقر جريدة اليوم السابع. مريم صباح الفل عليكي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع طبعا إن شاء الله يكون يوم حد كويس ويبقى بداية لأسبوع يعني كويس وخفيف علينا كلنا. طبعا من مقر جريدة اليوم السابع معانا جولة في أهم الأخبار الرياضية طبعا على المستوى المحلي والعالمي وكمان العربي، وبدايتنا طبعا من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. ربيعة بيجري أشعة على العضلة الخلفية اليوم، هيجري طبعا أو أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أمله بسرعة تماثل رامي ربيعة قلب دفاع الفريق بالشفاء وجاهزيته طبعا للمرحلة المقبلة. أضاف أن اللاعب هيخضع لكشف طبي وأشعة اليوم على يعني إثر الإصابة التي تعرض لها أمس خلال مباراة طنطا، وكمان علشان يعرفوا حجم إصابته وموعد عودته كمان للتدريبات الجمعية للفريق. طبعا يعني ده بعد ما غادر المباراة أمس. أكد كمان أن الفريق ملتزم بجدول المباريات المتبقية في الدوري وكأس مصر رغم ضغط المباريات ويسعى كعادته لتحقيق الفوز، إلا أن مواجهة الوداد المغربي يعني هي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هي الهدف الرئيسي حاليا، وده طبعا اللي بيسعى ليه الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه هو لتحقيق الفوز، وكمان وضع العناصر الرئيسية أو منحها بعد الراحة لتجنب الإجهاد قبل الدخول في هذه المرحلة. من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة بيطالب الأندية بإنهاء رخص دوري المحترفين. طلب طبعا مسؤولو اتحاد الكرة المصري من الأندية اللي هتشارك في البطولات الأفريقية في الموسم المقبل ان هم يعني يعملوا على انهاء جميع المساندات والأوراق المطلوبة منهم برخص الأندية المحترفة، خاصة وان الكاف سيستبعد اي نادي لا يطبق شروط تقديم هذه المساندات وكمان شروط دوري المحترفين، ومنها خاصة ان مجلس إدارة المفضل لإدارة الكرة وتحديد ميزانية منفردة لكل فريق وإنهاء هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلى الجانب الآخر كمان يعني كشف مسؤوله اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني أنه سيتم مخاطبة رموز الكرة المصرية لطبعا لتجهيز يعني جوائزهم ومتعلقاتهم الشخصية لوضعها في المتحف اللي بيتم تجهيزه حاليا بمشروع الهدف، كما هو الحال في عدد من متاحف الاتحادات الكبرى واللي بيتم وضع منها البطولات والكؤوس الخاصة برموز الكرة المصرية طبعا على مستوى العالم وعلى المستوى العربي، وأفضل الجوائز من جانب طبعا المتعلقات الرموز الرياضية الكروية. من موقع سوبر كورة، الوداد بيستعيد غدرين ويفقد خدمات 4 لاعبين قبل مباراة المغرب التطواني. طبعا يخوض فريق الوداد الرياضي مباراته أمام المغرب التطواني المؤجلة من الجولة 26 من الدوري المغربي محروما من خدمات مجموعة من اللاعبين. يغيب عن الفريق الأحمر في هذه المواجهة كل من محمد رحيم، أيوب العملود وجباجبو والإيفواري إبراهيم الشيخ كومارا بداعي الإصابة، وبالمقابل بيستعيد فريق وداد خدمات اللاعب بدر غدارين العائد من الإيقاف بعد غيابه عن مباراة الديربي أمام الرجاء بسبب يعني جمعه لأربع انذارات متتالية. تقام مباراة الوداد الرياضي أمام المغرب التطواني مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب ثانية الرمل انطلاقا من الساعة 9:30 مساء. وأخيرا على المستوى العالمي، من شبكة ديفانسا سنترال الإسبانية، ريال مدريد بيتجاهل غارة سان جيرمان. كشفت ديفانسا سنترال اليوم الأحد في تقرير لها عن تطور جديد بشأن مستقبل أدوارد كامافينجا لاعب وسط ران الفرنسي والمستهدف من قبل ريال مدريد. طبعا وفقا للشبكة الإسبانية أن باريس سان جيرمان اقترب من ممثلي كامافينجا في الفترة الأخيرة لمحاولة نقل اللاعب إلى حديقة الأمراء، طبعا ده لان هم في يعني اتصالات ما بينهم وبين ممثلي كامافينجا. واشارت الصحيفه الى ان اداره ريال مدريد لا تخشى التدخل الباريسي لانها على اتصال يعني قوي باللاعب وممثليه، وهناك يعني في ثقه كبيره جدا في حسم هذه الصفقه خلال الصيف المقبل. وكان كمان كامافينجا المفروض ان هو يعني احد الاهداف الواضحه امام ريال مدريد خلال الفتره الماضيه او الصيف اللي فات ده، ولكن طبعا بسبب تداعيات فيروس
كورونا توقفت أو تأجلت هذه الصفقة لمدة عام. طبعا في النهاية عايزين نفكر طبعا مشاهدينا النهاردة في خلال الجولة 30 للدوري المصري الممتاز هتقام مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة 8 مساء على استاد القاهرة الدولي. دي كانت جولة حول أبرز العناوين الصحفية الرياضية العالمية والعربية وكمان تحديدا على مستوى الأهلي. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. مريم سميح زميلتنا العزيزة ومراسلة قناة النادي الأهلي، صباح الفل عليكي وبنشكرك شكرا جزيلا، وبنكمل مع كل حضراتكم بقية أخبارنا وفقراتنا.